بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. نكمل معكم محاضرات مساق ويب بروجرامينج 2. توقفنا عند اللي هو البي اتش بي اوبريتورز، وقلنا البي اتش بي اوبريتورز في عندنا أكثر من نوع من الاوبريتورز أو العمليات. فعندنا العمليات الرياضية، عندنا العمليات اللي هي الأسايمنت اللي هي إعطاء القيم، عندنا عمليات الكومبارازون، وفي عندنا عمليات اللي هو الإنكريمنت والديكريمنت، وفي عندنا اللوجيك أوبريتور، وفي عندنا السترينج أوبريتورز، وفي عندنا الأري أوبريتورز. البي اتش بي Arithmetic Operators اللي هي جميع العمليات الرياضية، سواء كنا بنحكي عن بلس زائد، واللي هي بكون في عندك طرفين لهذه العملية مثلا اكس واي، هذه عملية جمع. ايضا موضوع عمليات الطرح، فانت بتطرح واي من اكس. ايضا موضوع اللي هو الضرب، ايضا موضوع وموضوع القسمة، وموضوع المودلس. طبعا هذه العمليات مشابهة تماما للعمليات الموجودة في أي لغة برمجة، ومن خلالها أنت بتقوم بأي عملية. طبعا لا ننسى إنه الأقواس هي أعلى رتبة أو أعلى، يعني بتتم عملية التقييم إلها أولا في أول. طبعا إذا كان في عندي أكثر من عملية، فإحنا عارفين إنه بتتم عمليات اللي إنه الضرب أو القسمة أعلى من الزائد والناقص، وبالتالي لو إجت عندك فبتتم عملية الإيفاليويشن من اليمين، من اليسار إلى اليمين حسب العملية، من الأول فالأول. تمام، إذا تساووا العمليات، بمعنى لو أنت اليوم في عندك كلهم ضرب، من وين ده تبدأ الضرب؟ بأول اتنين، بعدين بتم هكذا. لو في أقواس بتم عملية اللي هو الأقواس أولا بأول. تمام، هذا بخصوص اللي هو العمليات، وأكيد مرت علينا في لغات برمجة قبل هيك سواء جافا أو غيرها، فالعمليات بسيطة وما فيش فيها أي مشكلة. الآن بخصوص العمليات اللي هي الكومبارازون أو المقارنات، في يعني وعندك أنت اتنين أو عندك متغيرين، زي عندك هان إكس والواي، وبدك تقارن بينهم. الآن في عندك طريقتين لعملية المقارنة بالمساواة، بالإيكوال أو إنديت أيدنتيكال. إيش المقصود بالإيكوال؟ إيش الفرق بين الإيكوال والأيدنتيكال؟ الايكوال لو انت قلت انه في عندك مثلا اكس، طبعا انساش دولار ساين هنا، واقول بتساوي مثلا 100. تمام، واروح اقول ايضا دولار ساين واقول واي بتساوي دبل كوتيشن ومية زي هيك، وبعدين اجي اقارنهم. الان هدول التنتين، هاد سترينج وهاد انتجر، لكن لو جيت واستخدمتهم بالمساواة هذه حيطلع عندي النتيجة ترو. كيف؟ طب هذا الكلام، احنا واحد سترينج الان هو بقارن القيم الموجودة جوا في داخل المتغير. طيب لو انا بدي اقارن مع ضمان انه يكون انواعهم متساوية، فبلجأ إلى مين؟ لتريبل إيكوال أو الثلاثة مساواة هذه، بحيث إنه الآن لو جيت قارنت الآن الإكس والواي، هذا طبعا حيطلع ترو، لكن لو جيت أخدتهم هذول وجيت على هذا الكلام حيطلع فولس. ليش؟ لأنه هذه لازم تتأكد إنه الواي بيساوي الإكس، وفي نفس الوقت نفس النوع. فإذا طلع مش نفس النوع، هذا طبعا إيه، هذا إيش الواي؟ 100 سترينج، وهذه المية ايش؟ انتجر، فمش من نفس النوع، فحيرجع لك ايش اللي هو عدم المساواة او فولس.
طيب الآن لو أنت في عندك عدم مساواة، بدك تفحص عدم مساواة بين الإكس والواي، فهاي عندك علامة التعجب زائد جنب زائد، فهذه هي كيف بنكتبها بالبي اتش بي. طيب اللا الغير ال not equal، في عندنا هنا return true if x is not equal y. طيب return true if x is not equal to y، التنتين نفس بعض زي ما انت شايف، ما فيش فيهم اختلاف. فانت اذا عجبك هذه بتقدر يعني اللي هو تاخدهم وتستخدمهم، سواء كانت الطريقة هذه او الطريقة هذه. طيب لو بدك تروح تتأكد انهم not identical identical، ايش بدك تروح تعمل؟ بدك تروح تعمل تقول اكس، هاي علامة اللي هو التعجب زائد دبل ايكوال زي ما انت شايف، ريتين ترو اف اكس از نوت ايكوال تو واي اور ذي ار نوت اوف ذا سيم تايم. ايش هذه بتعمل؟ هذه حترجع، هاي زي ما هو بقول لك حترجع ترو اذا كانت اكس لا تساوي واي، او ها ما احنا ايش بنقول، احنا ليش عمليه التطابق لازم من ناحيتين، القيمه و او اللي هو، فاذا بدك تنفي القيمه او تنفي النوع فبتستخدم مين اللي هو هذا الاوبريتورز زي ما احنا موجود عندنا. وبالتالي هنا لو نيجي الجريتر ذان، اكبر من اصغر من أصغر أكبر من أو إيكوال، فهي زي ما احنا شايفينهم هذه العلامات نكتبهم. طبعا هذا إيش بيرجع لي تاني؟ ترو إف إكس إز ليس ذان، طيب إذا كانت الإكس، طيب إذا كانت الريتين، إذا كانت الإكس أكبر أو تساوي، شفنا كيف يساوي بنكتبها بالطريقة الموجودة عندنا، وكذلك موضوع الأقل أو يساوي بالشكل هذا. ايضا من العمليات اللي احنا مرت علينا وشفناها في لغات برمجة سابقة موضوع الانكريمنت والديكريمنت. ايش موضوع الانكريمنت والديكريمنت؟ يعني المتغير، لو انا عندي زي المتغير اكس هذا وحطيت بلس بلس قبله بري انكريمنت، ايش يعني بري انكريمنت؟ انكريمنت اكس باي 1 ذن ريتيرن ايش اللي هو الاكس، يعني اول ضيف اعمل العملية وبعدين رجع لقيمة مين اللي هو قيمة الاكس. طب ايش هذه بتساوي؟ خلينا نتذكرها مع بعض. هذه كأنك قايل الدولار ساين اكس، دولار ساين اكس بتساوي دولار ساين، اي دولار ساين اكس زائد واحد، هاي هذه تكافئ هذه، فانت بتزود واحد على الاكس وبترجع قيمتها. طيب ايش الفرق بين ما انا احط الزائد قبل والزائد بعد؟ الان اول بعمل العملية بعدين برجع قيمة الاكس، لكن لو انا بدي اقول بوست انكريمنت برجع قيمة الاكس بعدين بزودها بايش؟ بواحد. تمام. طيب هذه ايضا طرح البري ديكريمنت، انه انا بقلل اللي هو القيمة، فهذه بدل ما هي زائد بدها تصير ايش؟ ماينس او ناقص، وهذه ايضا نفس العملية، فهذه برجع القيمة بعد قبل ما اعمل قبل ما ارجع قيمة الاكس، وهذه الثانية برجع او برجع قيمة الاكس وبعدين بعمل عملية الطرح بواحد. عمليات اللوجيك ايضا في البي اتش بي من العمليات المهمة ايضا وممكن نتعامل معها. طبعا بنعرف انه لوجيك، طالما انه بنعمل على لوجيك فانا بهتم على طرفين. الاول اشي قبل الطرفين في عندي الاند الاور، هذه العمليات المنطقية اللي احنا عارفينها، اند اور اكس اور اند اور نوت.
تمام and or not. طيب الآن ممكن أنا أتعامل مع مين؟ ممكن أكتب بالطريقة هذه، واللي هي إنه ممكن أكتب كلمات زي ما أنت شايف هيك، أو أكتب بالشكل هذا، تمام؟ أو إما أكتب هاي عندي مثلا and، ممكن أجي أقول هاي زي ما أنت شايف x and y. الآن متى برجع حدا true؟ إذا كانوا التنتين إيش آر إيش ترو، صح ولا لا؟ الآن طب الأور متى برجع ترو؟ إذا كان واحد منهم بساوي إيش ترو. طب الإكس أور إذا كانوا التنين، إذا كانت ترو إف إيذر إكس أور واي إز ترو، إذا كانوا التنتين ترو فبرجع إيش هذا؟ برجع اللي هو true if either x or y is true but not both. يعني لا، يعني ال x or بده يكون عشان يرجع true بده يكون واحدة منهم true، لكن لو كانوا التنتين true برجع ايش؟ false. تمام، اذا ال x or بده يكون على واحدة فقط منهم عشان يرجع true، فبدك تكون هاي زي ما انت شايف بالطريقة هذه، انك تكتب اكس اور، فممكن تكتب اند، تكتب اور، تكتب اكس اور وهكذا. تمام، طيب الان يعني الشكل اخر للاند زي الموجودة عندنا في السي وفي الجافا، فانت بتستخدم موضوع الرموز هذه، الاند الاور والنط زي ما انت شايف، وبالتالي إما بتستخدم كلمات أو بتستخدم عنا هنا اللي هو الرموز بالشكل هذا. طيب الآن في عنا operators بنتطبق على مين؟ على السترينج. طبعا ما أنساش الآن إحنا كنا لو جينا سألناك سؤال في الجافا، لما نكون في عندك سترينج وبدك تضيفه لسترينج آخر أو تعمل له concatenation زي ما بنسميها، تمام؟ يعني فايش كنت تروح انت تحط مثلا x زائد y، او بكون التنتين string، فبضيف هذا لهذا، مش جمع، لا اضافة concatenation، يعني بلزقهم في بعض. طب عندنا هنا في ال PHP كيف بعمل؟ لما بدي اضغط الدوت، شايفين الدوت هذه، بضغط دوت بجمع لي بدل ايش؟ بدل عملية البلس اللي موجودة عندي، تمام؟ إذا عملية الدوت هذه بدل عملية اللي هو البلس اللي موجودة عندي. طيب تمام، الآن في عندي أيضا concatenation assignment. إيش concatenation assignment؟ لاحظ الفرق، إنه في عندي هنا هاي المتغير الأول وهاي المتغير الثاني، في عندي دوت أو نقطة وبيساوي. هذه إيش بتعمل؟ أكيد مرت علينا شغلات بتشبه زي هيك، وحنشوفها زي الزائد والناقص، لكن هذا الكلام هذا إيش بتكافئ؟ كأنك قايل دولار ساين، أي خلينا نعمل أو تكست أي تي إكس تي 1 بساوي، خليه التي إكس تي، طبعا أيضا الدولار ساين مهم، تكست 1 إيش هنا؟ concatenation مين هاي النقطة الconcatenation هايها concatenation مع مين؟ دولار ساين بتكست ايش؟ 2. فالان هذه بتكافئ هذه، فشايفين كيف؟ فانت الان لو كان في عندك هنا حاطط مثلا وحاطط هنا B، فايش حيرجع هنا؟ حيصير عندي الاكس واحد، هنا حيصير عندي A B. طب رجعت ورحت بدك تقول له كمان مرة العملية، هذه ايش صار فيها هالوقت؟ هذه صار فيها A B، صح ولا لا؟ وحطيت B، فالآن حيصير عندك A B B زي هيك، تمام؟ فهي عملية الconcatenation assignment، يعني انت بدك تعمل عملية ربط او عملية تلزق اللي هو اكثر من
أكثر من اللي هو يعني موضوع أكثر من سترينج مع بعضهم البعض. واضح؟ إذا أنا لما بدي أعمل ربط أو أعمل كونكاتينيشن بين تو سترينج بستخدم الدوت. ولو أنا مثلا عندي مجموعة، مثلا على سبيل المثال لو أنت كل مثلا عامل مستخدم انبوت من المستخدم، وبدك كل مرة بيستخدمهم تضيفهم على نهاية السترينج، فبستخدم ايش يا شباب؟ بستخدم الكوميونيكيشن اساينمنت. بستخدم الكوميونيكيشن اساينمنت، بمعنى انك هان زي ما انت شايف كل قيمة جديدة بتيجي بروح وين بضيفها؟ في نهاية السلسلة. فلو هذه انا بستقبلها وحطيت مثلا سي، الان ايش حيصير؟ A B C وهكذا. واضح؟ طيب نيجي الآن لموضوع الكونديشن. تخلصنا من موضوع الأوبريتورز كلها ومرينا عليها، طبعا المعيد حيشرح لكم الجزء العملي، وانتوا هدول يعني مش مستاهل احنا نضيع وقت فيهم لأنهم مروا علينا. بضل عندك انت كنفسك عشان تثقل مهاراتك في اللغة هذه، ما بنفع انك تقرأ للسلايدات، لا بدك تكتب كود، بدك تتابع W3، بدك تشوف ايش في عندك يعني مصادر تتعلم منها وتحاول تصير تطبق وتعمل ويظهر عندك الايرور عشان تتعلم منه. هذا اللي هو المطلوب. طبعا الان نيجي طالما بنحكي عن الاساسيات في اي لغة، فمن أساسيات أي لغة في الدنيا اللي هو الكونديشنال ستيتمنت. إيش بنقصد في الكونديشنال ستيتمنت؟ اللي هي عمليات أو جمل اللي هو الشروط أو الشرط. فعندي أول نوع اللي هو عندي مجموعة من اللي هو الأساينمنت، أو عفوا عندي مجموعة من الكونديشن. أول نوع اللي هو الاف ستيتمنت، اكسكيوت سام كود اف وان كونديشن از ترو، اذا بتنفذ اذا كان عندي وان شرط واحد از ترو. طيب بمعنى انه في عندك بس شرط، يعني بتقول اف مثلا كذا اعمل كذا، شرط واحد. طيب لو انا بدي يكون في عندي اكثر من شرط واتحقق عليه، ايش في عندي مر علينا قبل هيك؟ اف إلس، صح ولا لا؟ فأنا مثلا execute some code if condition is true and other code is that condition is false. يعني إذا كان في عندي أنا الشرط ما تحققش بده يروح لمين؟ لا شرط آخر. فهذا بستخدم فيه مين؟ ال if else. طيب لو أنا بدي أستخدم different code for more than two، إذا أنا في عندي أكثر من شرط، أكثر من شرط يعني مش اتنين زي اللي هو الـ if else. انا مثلا عندي تلاتة if بعدين if else بعدين else، تمام؟ فهي عندك انت بتستخدم مين؟ الـ if else. يعني بمعنى لو انت عندك مثلا قاعد بتقارن تلات شغلات، بتقول له اذا كان اقل من واحد اعمل كذا، else اذا كان اقل من اتنين اعمل كذا، else طبعا لا اقل من واحد ولا اقل من اتنين، اذا في عندك شرط ثالث else اعمل كذا. فهذا هو انه في عندك more than two condition، يعني في عندك اكثر من condition انت بتطبق عليهم. فاذا كنت two بتستخدم if else، اذا اكثر من اثنين بتستخدم اللي هو ال if else if زي ما احنا شايفين عنا. طبعا النوع الثالث وهو السويتش ستيتمنت، واللي هو لما يكون في عندك many blocks of code، يعني لما انت بدك يكون في عندك مثلا اكثر من، يعني يكون في عندك مجموعة كبيرة من الكونديشن واللي لازم انت تتعامل معها. فبدل ما تستخدم الاف والالس وتصير عندك يعني كود كبير وتصير في عندك يعني عدم أريحية في كتابة الإف والإلس، فبستخدم الأفضل اللي هو السويتش. بمعنى أنت اليوم السويتش بترتب لك شغلك، بترتب لك كودك،
وافضل اذا كان عندي اكثر من شرط من الاف. بمعنى لو انت اليوم تعمل جيمز او لعبة، اللعبة هذه كم زر انت بتضغط؟ ازرار كتيرة، صح ولا لا؟ لو بدك تعمل اف الس اف الس اف ال، هذه دوشة كبيرة. فلو بتستخدم موضوع السويتش، الان حنشوف هذه الكونديشن كلها من خلال امثلة، وكيف هي السنتكس تكتب، او كيف الجرامر تبعها يكتب بالبي اتش بي. طبعا الكونديشن اللي هو الاف بالطريقة هذه بنكتبه اف وبنفتح قوسين وبنكتب الكونديشن بين القوسين هذه. وطبعا في الى كل اف عنا لازم نعمل بيجن واند لمين؟ للاقواس اللي احنا لازم نكتب الكود اللي موجود عنا. فهان مثلا على سبيل المثال، لو انا عرفت متغير اسمه تي واستخدمت دالة جاهزة اسمها الديت، وحطيت اتش يعني الساعة، يعني الساعة جيب لي قيمة الساعة الان، جيب لي قيمة الساعة الان من الديت اللي انا موجود فيه. الان اذا كانت الديت رجع لك قيمة اقل من 20، فبدك تطلع ايش تقول؟ have a good day، have a good day. تمام، ايش يعني؟ الان هذه الدالة بترجع الاو الاتش يعني اختصار لاور، فانا بدي ارجع قديش قيمة اللي هو الدي اللي هو الوقت. الان بتيجي هاي زي ما انت شايف الكونديشن، اذا كانت التي اقل من 20 فاطبع عليه اعمل ايكو have a good day. تمام، طبعا the example والoutput have a good day if the current time hour is less than 20. طبعا ايش معنات 20؟ يعني الساعة 8 في الليل، فاذا كانت اقل من 8 فحيقول لك have a good day. واضح؟ لكن هذه الدالة يعني جاهزة بترجع لك اللي هو، فيك انت تحط 20 مباشرة حسب اذا انت بدك تعمل اللي هو الكونديشن، مش موضوعنا الديت هالوقت. طيب نيجي لموضوع ايضا اللي هو الاف الس. توي شفنا لعند هنا، لعند هنا تقريبا، ايوه مظبوط، هاي البيجن وهاي الاند، وشفنا اللي هي اف هذه. طيب لما انا بدي اشوف اكتر من كونديشن ايش بحط هنا؟ الالس، وبفتح ايضا قوس وبسكر قوس وبكتب ايش هنا اللي هو الكود الموجود عندنا. نشوف ايضا بالمثال، هاي رحنا عرفنا كود هنا، ورحنا اخذنا قيمة الساعة الاور وحطيناها في مين؟ في المتغير هذا، من خلال القيمة اللي حترجعها هذه الدالة اللي اسمها ديت. ديت هذه الدالة جاهزة. الان بتيجي بتقول له اذا كانت اقل من 20 ايش اطبع؟ اطبع have a good day. else ايش طبعا اذا ما كانتش اقل من 20 الساعة 8 في الليل ايش جاي تقول له؟ have a good night، have a good night. واضح؟ فاذا كانت اقل من 20 لسه انت في النهار، اذا خشيت اكتر من 20 فانت ايش؟ وبالتالي انت هنا كم قيمة عندك هنا، او كم كونديشن؟ تو كونديشن، اذا كان اقل من 20 او عدا ذلك، يعني اكبر حيكون من 20 او يساوي 20. واضح؟ طيب الكونديشن الاخر اللي هو الاف الس اف الس زي ما انت شايف. فهنا عندك لما يكون في عندي مجموعة من الكونديشن اللي هي اكثر من يعني من ثلاثة، او يعني يكون عندك مجموعة اكثر كبيرة، فممكن انت ايضا تستخدم هذه اللي هي الطريقة. تمام، فهي عندي ايضا مثال، اذا كان اقل من 10 have good morning، اذا كانت اقل من 20 have a good day else. طبعا انت بدك تشوف كيف تكتب. الان زي ما انت شايف الاول اف هذه ما فيش فيها، الان الالس اف لاحظ على هذه اللي هنا، هنا تكتب الس زي شايف كيف، لكن الان بالاف الس بتكون في عندك الاف والالس مع بعض، شايف كيف انت هنا؟ ليش؟ لانه انا في حيصير عندي اكثر يعني من ثلاثة وفوق يكون في عندك ايش اللي هو الكونديشنز.
فهنا هي في عندك اول شرط، هاي ثاني شرط، وهي ايش الثالث لو ما تحققش لا الاول ولا الثاني. فهنا نيجي على الدالة هذه بترجع لي قيمة الساعة كم. الان اذا رجعت لي ساعة اقل من 10 فبنقول له صباح الخير، اذا ما اذا كانت اقل من 20 بنقول له يوم سعيد، واذا كان لا هي اقل من 20 ولا اقل من 10، ايش معنى الكلام هذا؟ اذا هي اكبر من مين؟ من 20، وبالتالي في الالس هنا بتكتب له have good night، have a good night. بالتالي هنا حسب انت ايش بدك. هذا اكزامبل اوت have a good morning if current time is less than ايش 10، اذا كان اقل من 10 بقول له صباح الخير good morning، واذا كان اقل من 20 بقول له have a good night day، واذا كان واذا عدا ذلك لا اصغر من 10 ولا اصغر من 20، اذا هيكون اكبر من 20 وبالتالي حيكون النتيجة عندك ايش؟ have good night. اذا وضح كيف بنكتب ال if else if else. تمام، ما انساش انه ال if else هنا مشبوكة مع بعض، فيش سبيس بينهم. نيجي للسويتش. السويتش بيستخدم use a switch statement to select one or many block. يعني لو عندك many block زي ما توي شفنا، طبعا اكيد مرت علينا البلوك في لغات برمجة سابقة، لكن هنا نفس المفهوم لكن كل واحدة لها سينتاكس معين. فهنا زي ما انت شايف بتيجي ما انا بتحط اللي انت بتفحص فيه وبتقول له كيس، وفي عنا بريك لكل واحدة. مين يقولنا البريك لايش؟ البريك عشان اذا نجحت اي واحدة ما يروحش يكمل الباقي، وبالتالي لانه مش منطقي انت اليوم اذا اول واحدة تطبق عليها الشرط اللي موجود فانت خلاص بدك تقطع انه يكمل باقي الشروط. تمام، طيب اذا ما شرط تحقق ايش في عنا يعني تنفيذ؟ ايش في عند الديفولت؟ كلمة الديفولت، هذه الديفولت اذا انا مثلا عندي 10 شروط ولا شرط تحقق وين حيروح؟ حيروح على الديفولت. نشوف مثال. الان انت بدك تيجي تشوف ايش اللون المفضل، فاذا كان احمر بدك تقول your favorite color color ايش is red. تمام، فانت حسب ايش هو الموجود عندك. فعرفنا متغير اسمه فافو كلر وهي حطيناه ريد، وجينا هاي السويتش على ايش انت مين الكي او مين المفتاح اللي بدك تبحث فيه؟ هاي المتغير هذا. تمام، فبتيجي بتقول له كيس اذا كانت القيمة اللي مخدها هذه ريد ايش اطبع؟ يور فافوريت كلر از احمر از ريد. تمام، طيب اذا تحقق الشرط هذا بعمل بريك وبخليهوش يكمل تحت، لانه مش منطقي يضله طالما انه تحقق الشرط ليش يروح يكمل على باقي الشروط اللي موجود عندك، صحيح ولا لا؟ اذا البريك مهمة تحطها عشان ما يكملش الباقي، خلاص تحقق. طب لو اجى هذا ما تحققش حيجي على البلو. الان اذا كانت تحقق البلو ايضا بتعمل له بريك بحيث انه ما يكملش على الباقي، لانه ممكن يكون في عندك 20 يعني 20 او يعني لو بتحكي عن الحروف اللغة او حروف الكيبورد فانت بتحكي عن 26 حرف، فانت لو بدك تعمل 26 كونديشن وتروح تضلك تتابع فيهم فهو ممكن يروح يعني يطبقهم. بمعنى لو انت اليوم بتقول بدك تشوف علامة الطلبة فبتقول له اذا كانت اكبر من 90 روح مثلا اكتب امتياز، لو ما حطتش بريك حينزل تحت والتقرير له اذا اكبر من 80 حط جيد جدا. فالان العلامة هي مثلا واحد جايب 90 والتقرير له اذا اكبر من 80 حط جيد جدا، فالان حيروح يطبقها صح ولا لا؟ لكن لو انا لما احط البريك هذه الكلمة فهي بتوقف عملية الفحص لباقي السويتش.
طبعا السويتش ما انساش انه له بيجن ايضا وله اند، وما انساش انه بحط القيمة اللي بدور عليها بعد كلمة كيس، هاي كلمة كيس المحجوزة، وبحط نقطتين فوق بعض زي ما انت شايف بالشكل هذا. واضح؟ اذا كيس القيمة اللي انا بدي يعني لما تجيني هي انت هالوقت هذا ايش بتيجي؟ بتيجي متغير في المنطقة هذا، هاي متغير هان. الان بقول له هل قيمة المتغير اللي تم التمرير الي بساوي ريد؟ اذا ريد اطبع، اذا ما طبقش هنا بيجي على البلو. هل قيمة المتغير اللي تم تمريره للسويتش هل هي بلو؟ فحسب ايش الشرط اللي بيطول عندك بيتطبق على. وما ننساش ايضا موضوع الديفولت، لا هذا تنفذ، لا هذا تحقق، لا هذا تحقق، لا هذا تحقق. ايش حنعمل؟ بمنفعش، لازم تحط قيمة. اذا كل القيم او كل الشروط ما تحققت ايش بدك تروح تعمل؟ بدك تحط شرط افتراضي، صح ولا لا؟ واللي هو من احنا بنختصره بايش؟ بالديفولت. فايش هنا بدك تقول له؟ يور فافوريت كلر از ايذر ريد، فانت مو تقول له لونك المفضل له احمر وله اخضر وله ايش؟ وله ازرق. واضح؟ او بتقول له طلبك مش عنا في هذا المجال. الان خلصنا من موضوع اللوب الكونديشن، نقف لموضوع اللوب وان شاء الله نكمله في المحاضرة الجاية. يعطيكم العافية وبارك الله فيكم.